بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أبناؤنا طلاب الصف التاسع، ومع درس جديد من دروس مادة العلوم. مرحبا بكم يا أبطال. أحبابنا، كنا احنا بدأنا بالحصة الماضية في موضوع الطيف الكهرومغناطيسي يا أولاد، وكنا عرفنا أن الموجات، هناك في موجات المادية والموجات من الكهرومغناطيسية، وكنا قلنا أن الضوء يعتبر موجات كهرومغناطيسية. تمام يا أحباب، اليوم إن شاء الله نكمل يا أبطال موضوع الطيف الكهرومغناطيسي. هنتكلم يا أحبابنا على خصائص الطيف الكهرومغناطيسي يا أولاد، ركزوا معانا بارك الله فيكم. بقول لي سلط ضوء المصباح على منشور زجاجي خلال ثقب صغير، يعني هنجد أنا من ضوء مصباح يا أحبابنا، هذا مصدر للضوء. طبعا احنا عارفين أن الضوء هو الضوء الأبيض، وكما ذكرنا في الحصة الماضية أن الضوء الأبيض ينتج من اتحاد ألوان من الألوان السبعة اللي احنا كنا درسناهم بالحصة الماضية. الضوء الأبيض الذي نراه هذا بيحتوي على مين؟ على سبع ألوان، اللي هم ألوان كنا سميناها مين؟ ألوان قوس المطر أو ألوان الطيف السبع يا أولاد. تابعوا معايا بارك الله فيكم. ماذا يحدث للضوء عند سقوطه على المنشور الزجاجي؟ سقط الضوء هو الضوء الأبيض هو يا أبطال، سقط على المنشور الزجاجي، نجد أن الضوء تحلل إلى ألوان الطيف السبعة يا أولاد. السبع ألوان ظهر هم بالترتيب ابتداء من اللون الأحمر انتهاء باللون البنفسجي يا أولاد. إذا يتحلل ضوء المصباح الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة. طيب ما هي الألوان التي نراها بالترتيب يا أحبابنا؟ أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، اللون النيلي واللون بين البنفسجي. وكنا احنا وضحنا بالحصة الماضية أن اللون الأحمر له أقل تردد وأكبر طول موجي وأقل طاقة موجة، بينما اللون البنفسجي له أكبر تردد وأكبر طاقة للموجة وأقل طول موجي. يا أحباب، احنا كنا عارفين ان العلاقة بين التردد والطول الموجي علاقة من يا اولاد؟ ها، من يتذكر يا احبابنا؟ علاقة طردية ام عكسية؟ العلاقة بين التردد والطول الموجي، طبعا علاقة يا احباب علاقة عكسية. بل من خلال استخدامك لجهاز الميكروويف في المنزل ماذا يحدث للطعام اثناء تشغيل الجهاز؟ طبعا يا احبابنا بيسخن الطعام عن طريق مين؟ موجات الميكروويف. انتبه معي، هل رأيت الموجات التي أثرت على الطعام؟ ما نوع الموجات؟ طبعا هذه الموجات موجات كهرومغناطيسية، تمام، لا نراها، موجات كهرومغناطيسية غير مرئية فهي لا نراها، تمام، فهي موجات غير مرئية يا أحباب. بلي ادرس الشكل التالي الذي يمثل حزمة الموجات الكهرومغناطيسية ثم اجب عن التالي. احنا كنا عارفين ان كده يا اولاد بالصورة ديت، بداية من اللون الاحمر البنفسجي كده، يزداد التردد وتزداد طاقة الموجة ويقل الطول الموجي، يقل الطول من الموجي. فلو احنا شفنا اللون البنفسجي تردده تقريبا 750 ضرب 10 اس 12 هرتز، وطاقته 3.1 الكترون فولت يا اولاد، وطبعا دي اكبر طاقة ودي اكبر تردد، والطول الموجي، الطول الموجي له يا احباب 400 نانو يا اولاد، متر يا اولاد، طبعا دي اقل طول موجي، اقل من طول موجي. احنا عارفين ان كده يزداد التردد وتزداد طاقة الموجة، هو شوف الطاقة بتزداد ولكن يقل الطول الموجي. انتبه معي، يقل الطول من الموجي، انتبه لهذه المعلومات.
عبر عن العلاقة بين الطول الموجي للموجات الكهرومغناطيسية والتردد لفظيا وبيانيا. كما ذكرنا أن العلاقة بين الطول الموجي والتردد علاقة عكسية، فكلما زاد الطول الموجي يقل التردد يا أولاد. وهذه العلاقة العكسية هي يا أحباب. تابعوا معنا بارك الله فيكم، لأن الكلام ده مهم جدا يا أولاد. عبر عن العلاقة بين الطول الموجي للموجات الكهرومغناطيسية وطاقة الموجة. طول الموجي والطاقة طبعا برضك علاقة عكسية يا أولاد، فكلما زاد الطول الموجي تقل طاقة مين؟ الموجة. علاقة عكسية. تابعوا معي بارك الله فيكم. عبر عن العلاقة بين تردد الموجات الكهرومغناطيسية وطاقة الموجة. طبعا علاقة من يا أولاد؟ علاقة طردية، فكلما زاد التردد زادت طاقة مين؟ الموجة يا أبطال، وهي علاقة طردية. بارك الله فيكم. تابعوا معي أحبابنا، تعالوا نحل معا كده هذا النشاط. بس أولا يا أولاد، في عندنا ملحوظة مهمة ننتبه لها. بارك الله فيكم. الملحوظة دي بتقول استخدم نظارة شمسية مناسبة للعين، واحذر من أن تنظر مباشرة للشمس. يا أحباب، حبنا نحب أن ننوه أن يعني لا يفضل النظر إلى الشمس بالعين مباشرة يا أولاد، خصوصا وقت الظهيرة يا أولاد، وقت مين ارتفاع درجة الحرارة ويكون مين ضوء الشمس مباشر على أعيننا، فإن هذا قد يؤثر على سلامة العين يا أحباب. تابوا لهذه النقطة. ماشي يا أحبابنا، يعني ننصح بارتداء النظارات الشمسية الواقية عند النظر إلى الشمس، خصوصا وقت الظهيرة يا أولاد، عندما تكون أشعة الشمس قوية. تمام. عندنا نشاط يا أحباب بيقول ابحث عن أول 3 أجهزة تم استخدام الموجات الكهرومغناطيسية فيها يا أحباب. يعني عايزين أول 3 أجهزة تم استخدام الموجات الكهرومغناطيسية فيها يا أولاد. من هذه الأجهزة يا أحباب عندنا أجهزة اللاسلكي، عندنا مين جهاز الراديو، كذلك حبابنا عندنا الرادار. يبقى ديت أول 3 أجهزة تم استخدام الموجات الكهرومغناطيسية فيها يا أحباب. طبعا الصورة اللي قدامنا ديت يا أحباب بتوضح لنا أنواع الموجات الكهرومغناطيسية. أنواع الموجات مين الكهرومغناطيسية بنقولها مرة ثانية لمين؟ للتأكيد يا أحبابنا. عندنا موجات الراديو، عندنا موجات الميكروويف، عندنا مين الأشعة تحت الحمراء، وعندنا الأشعة الفوق مين أشعة فوق مين فوق الأشعة البنفسجية، وعندنا الأشعة السينية، وعندنا أشعة جاما يا أولاد. وكنا بنقول أن موجات الراديو هي أقل الموجات الكهرومغناطيسية في التردد، وأشعة جاما هي أكبر الموجات الكهرومغناطيسية في التردد وفي الطاقة. وقلنا أن موجات الراديو لها أكبر طول موجي، بينما أشعة جاما يا أحباب لها أقل طول موجي. انتبه لهذه النقطة، لأن احنا كما ذكرنا عرفنا أن هناك علاقة عكسية بين الطول الموجي والتردد، فكلما كان التردد كبير فإن الطول الموجي يكون صغير، والعكس صحيح يا أحباب. انتبه لهذه المعلومات. عندنا أيضا في الكتاب نشاط آخر يا أحباب، تعالوا نشوف معنى هذا النشاط. كيف تصل الرسائل الإلكترونية من خلال هذه الأجهزة يا أولاد؟ طبعا احنا قلنا من الحصة الماضية من أهمية الموجات الكهرومغناطيسية أنها تعمل على نقل من يا أولاد الرسائل من الإلكترونية. تمام، خلال إذن تصل الرسائل الإلكترونية من خلال هذه الأجهزة خلال الموجات الغير المرئية.
ما فائدة هذه الأجهزة في حياتنا؟ طبعا يا أولاد مهمة جدا. سهولة التواصل مع الآخرين واكتساب عدد كبير من المعلومات المختلفة في مختلف المجالات يا أبطال. قل لي صمم لوحة توضح ألوان قوس المطر. طبعا احنا عرفنا يا أولاد أن قوس المطر بيتكون من ألوان الطيف السبعة. عندما تسقط أو يسقط ضوء الشمس اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية اللي هو الضوء الأبيض يا أحباب على قطرات المطر، تمام، فإن من قطرة المطر تحلل ضوء الشمس اللي هو الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف السبع يا أولاد، وهذا هو قوس المطر الذي نراه. وبنكون كده يا أبطال نكون قد وصلنا لنهاية حصة اليوم. بشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء الحصة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أحبابنا.